السلام عليكم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بالمغاربه والتونس والجزائر، المشاهدين من انحاء العالم. شوفوا الخط ديال صدي ربي اللي كيطيح. هراء ينظر، هراء مازير في الخير، هراء مازير في الامان. خوتي وخواتاتي، الله يجعل ربي يرحمكم في وجه الصبيان، راه قلناها ونعاودوها تاني. لحقاش بني ادم كافر بالله. المغرب عمره غير كفاره، قليل غير من رحم ربك. كاين ساكن الدراوش، كاين الدراوش. وا عباد الله، وغادي ندير البرح ونبدا نبرح عليكم في هاد فرنسا. ها فهاد فرنسا نبدا نبرح، تلقاو فيكم الله يا صحاب سيدي عدي. وراه تحديتو امريكان بالافلام، تحديتو فرنسا، تحديتو راه منكم منكم راه عرفتي، راه كلفات لي الهضره ما لقيت، ما قوت ما كنهضروا، ما بقينا عارفين اش غادي نقولوا عليكم. ويلي 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 على استغفر الله العلي العظيم اللي قال مول العاصي. ويلي 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 على شوها شوها المتبهدله هي انتم اصحاب سيدي عدي. هالولد شرب الضوا بغا ينتحر، فقط عارفه ديري الافلام. اختي جيتي خدمتي غير في الفريز، ساعه قولي ماشي داكشي اللي استفدتي متعلق، ماشي الخدمه ديال الفريز، وقيلا جيتي كديري الافلام. بان ليا فيك انت كديري الافلام يا اللي جيتي قلت لهم شنو كنخدم في الفريز، شنو خدمتي والدراع ديالي وكتضربي على داك الدراع. ويلي كيفاش ولد بغا ينتحر؟ عهدي بالبنات هما اللي كينتحروا على الاغتصاب، تقلبات الايه ولا الولد هو اللي بغى ينتحر؟ لحقاش قالوا له؟ وسمعي نقول لك واحد الهضره، غادي نقول لك واحد الهضره مزيان سمعي مني، واخا كطيحش غادي نجي لواحد القنت اللي انا غادي نهبط في المترو سامارش با فريمون بيان. سمعي، تقي الله في راسك، تقي الله في ولادك، في ولادك تقي الله في ولادك، لان ما حدك تتعاير عباد الله والناس كتعايرك. وراه عباد الله كنتي شحال عايرتي ضري على الحبس، داروا الكف عليك في الحبس، وهذا ولدك الله يخرجو بخير وعلى خير طوال العمر، حتى شافوك الناس كتقردحي وكتندبي وكتحيحي، ولدي ضربوه وداروا له وداروا له عيب. واش زعما ما كيعطيكش ربي المعطيات تسمعي؟ ما كيعطيكش ربي المعطيات باش تسمعي هاكا باش تقولي الله ينعل الشيطان؟ ديك النهار داك الراجل تعديت عليه ما دار لي والو، بينو وبين هزروا عليه والله انتعطيتو عطيتو، لا ما قلتيهاش. شوفي هو دار حتى عيا وقال كان ما نحبكش انت مرا، نهبط بعدا لهنا، دار حتى عيا وقال لك ما نحافيكش انت مرا. شتي الرجوله كي داير عند الناس؟ انا حتى لدابا، حتى لدابا في هاد الساعه هادي وانا تنهضر معاك، راه ما تنجيش على الزروالي، كنجي على الحق وكيعجبني الحق. شتي انا كتعجبني كلمه الحق، حتى في ولدي اللي ولدت من كرشي سمعتي، شحال ضربتي في الحسنيه وفي باها وفي امها، هادوك ما خصهمش طبيب نفساني. دابا انت ولدي خصو طبيب نفساني، دابا انت كتحسي غير بديالك، اما الناس هما لا. ها كتسمعيني اش كنقول لك؟ هاد الميساج اللي يطو مازال عاضين. وانا انا الزروالي راه ما كنجيش عليه نقول لك زعما راني انا ما معاك، ما مع الزروالي ما مع غيره ولا غيره من ذلك، انا مع اللي كيبداو يقلبوا الفيستا كنعطيهم، قلبوا الفيستا على صلاه الاستسقاء. وي ما تقلبيش الفيستا على ميمي. دابا هاد الشيء كله، هاد السيناريو تاني اللي درتي، على من درتيه تاني؟ على الفلوس. ما انتحر ولدك، ما تيشرب الضوا يقتل راسو، حيت هاد الهضره كانت كتقال منك انت مع الزروالي. هاد المعيار هذا انت عدرتي وفعلتي وتركتي ودرتي،
وعايرك الزروال وانا بودني كنسمع ليا كل دود الطراب. الا كذبت عليه ما يسمح ليا لا دنيا ولا اخره. ولاني نطاط كيعاير فيك وقول لك واش انا بغيتي انا نعطيك الفلوس؟ راه عندي اختي وعندي 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 حبابي راهم محتاجين. ولاني فاش جات صالح وصرفت له المعيره انا ولاني محا سميتو محا قلت له يا الويل كتعيط عليك بحال ولدي او ولدي وفي التالي تعايرها بداك 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 المعيار ياك. هذه وحده الى اخره رجعتي انت وياه. وعلاش دبزتي انت وياه؟ ما على ولدك ما على سيدي بن على سيدي بن عدي دبزتي معاه ما عطاكش 100000 ريال باش تخلص الخطيه. خصك تقولي الصراحه. راه الصراحه راحه ريحي نفسك راكي هزه التقليد بزاف على نفسك وعلى الضمير ديالك. الزروالي ما دبزتيش معاه على ولدك لحقاش حوما هو ما عندهم يدير لولدك. شتي تجي انت اللي مولتيه والله لا دخلتي عنده وما كان عندك الباسبور وحتى يقولوا له الباسبور. باش نقول لك الصراحه راه ما تقوليش الزروالي ما مشاليش عند ولدي. انا ضد الزروالي ماشي كنجي على الزروالي غير انا تنقول الصراحه ما تنحملش شي كذب. الكذب ما معاياش بركه ما تبقاو تي راه الله يعاونكم الا بغيتو تخدموا على القناه بزاف ما ديرو ديروش الافلام كديري كديري الكاتب والمخرج وكل شيء من عندك انت وولادك وهذا كديري الفيلم وكتخرجه لراسك. اما هو ما عنده ما يدير لك لولدك الا كان مقبوط هنا يصيفط الفلوس ايه كاين ناس يشد محامي ايه مي باش تقولي راه قال لي غادي يخرجوا. علاش غادي يخرجوا؟ انا نخرج من الحبس حتى واحد ما يخرجوا حيت كاين ما هي وما نولوها دار او لا ما دار المحامي اللي يخرجوا ماشي 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 الزروالي ولا شي حد اخر. انت كتقجدري وكتندبي وخرجتي داك الشيء اللي عندك على من؟ على ما عطاكش باش تخلصي الخطيه. ايه كتعايري وكتضربي في الناس ودابزتي عليه. هي انا متفقه معاك هي ولاني انت كتضربي في الرجال اللي ما داروا لك والو غير تحفه غير هذا ضري وعايرتي ضري بالحبس وفعلوا لك في الحبس وطاروا لك في الحبس وطاروا لك في الحبس. ما بغيتيش تحشمي؟ واش بغيتي انت دابا الفقي والقطيب والمسطاره وباش باش تربي ولا شنو؟ يعني انت كاع ما هادشي كله ما بغيتيش تربي. ها ولدي هو دخل ها ولدي شرب باش يقتل راسو. علاش بغى يقتل راسو؟ ديك الكلمه اللي ديك الكلمه حنا ما نتقلدوش. ما يمكنش هاد الناس كاع اللي كيعايروك راه ذنوب عليهم. ما خصهمش يقولوا لك يقولوا على الولد ولا يقولوا مشيتي خليتي الولد مشيتي للصبليون وخليتي الولد سميتها رباتو الكلة ولدتيه منين جيتي من صبليون عاد مشيتي لصبليون. انا ما عرفتش انا ما عرفتش داكشي. المهم يقول خليتي قلتي رباتو لك حنان حتى حنان ضربتي فيها مسكينه عيب وحشومه وعار عليك. ودابا الولد ناضي قتل راسو لا واحد لا تيعاير امه بلا كيعاير امه بالحاجه الخايبه. هو راه من عهد بديتي اليوتيوب وهما كيقولوا فيك داك الكلام. من عهد بديتي اليوتيوب وهما تيعايروك بهاد الكلمات. هاد الكلمات دابا شتي اللي عاد تسمعهم ولدك لا ما ديري السيناريو. بغيتي تردي الصرف للخواتات وهاديك البنت هي ذنوبها عليكم. الا درتو لها الشوهه الا ديك البنت درتو لها الشوهه وكتشوهوا راسكم الله يعطيكم الشوهه من عند الله. حاجه بشبه الدعاء سمعتي؟ الله يجعل ربي ياخذ فيكم الحق. شوهتونا شوهتونا ودرتولنا الشهره عالميا بهذا الشيء ديال راه شرب الدواء لا خصو طبيب نفساني والحسن خصها طبيب نفساني وباهم خصهم طبيب نفساني اماين جمال وجمال خصهم طبيب نفساني كل شيء هذا الشيء خصو طبيب نفساني. ماشي غير انت اللي ولدتي وماشي غير انت اللي عندك الولد وبسم الله عليه وما لا هذوك مساكن منين جايين هذوك معليش الا تعايروا الشرف ديالهم. اما انت ولدك ما كانش لا شربه ولا شرب بغى يدير حد لحياته وهو ما كان لا شرب لا والو لا شرب شي داك 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 المؤامر. لا لا نقول لك اللي شرب الدواء انا غير تنقول لك اللي شرب باش يقتل راسو اللي شرب السم
غادي عاودي تقعد. هنا لومبيلونس وفيت فيو بيان فيو وتتويتر مشتلعين وما عندك وحيد بالك والالات وهذه واللي شرب كيمشي. اري دابا انت يا ولدك شرب شي دوليبخان ولا شي دواء كيدوخ وبغيتي تركبي هاد الجريمه. اي العام شاول دي ذنوب الزروالي وثلاثه د البنات اللي عند الزروالي ذنوبهم على من ما ضربت تنجيش على الزروالي راه انت مازال كنقولها لك وبعدي منه يبعد منك هو يقدر شغله وانت سري تقدر شغلك بركة ما تطلعوا لا تصنصوا تطلعوا الفلوس وتاكلوا الحرام في الحرام شتي حتى تشفرت راه غير اللي قد عليها اللي كيشفر شتي هادي بحال بحال تشفرت دونك تشفرت ما تيشفرها غير اللي قاد بها اللي قاد بها وما خايفش منها وكيعطيو جهول المخزن بحال هكا كيف كيف دابا حتى هادي هادشي اللي كتقولي هادشي دابا اللي باغي ترمي الراجل في الحبس وهو باغي يرمي في الحبس وهو باغي يرمي سميتو في الحبس كان باغي يرمي الحسنيه ويرمي سميتو كتردو وانا عليه الشيطان كيف ما كنت نقولها له هو تنقول له عيب عليك هادشي اللي كدير وعيب عليك اللي درتو للحسنيه وامها وباها وحتى انت عيب عليك تا هو راه عنده البنات داكشي اللي دار ربي هو تيردو له وريني راه حشومه وعيب حشومه وعيب هاد الولد عندك هاد الشيء اللي دار الا بصح كيمشي مع البنت راه ماشي هو الاول ولا التالي الا تيبغي هاد البنت وكتبغيه ماشي هما الاولين ولا التالين لا انتيا لا الخواتات وشوهتو بينا هاد الخواتات الا جاو هضروا هضروا على حق بنتهم وعلى حقهم اللي تعاير على حموده ولين انتيا دونجي نقولك علاش انتي دونجي انت عندك واحد الدونجي كتقول له غتهز مصارنك في يدك هذا راه هذا راه تهديد اصاحبتي اش كتهددي الناس تهز غادي تهز واش كتعرفي التهديد راه الناس كيتحاكموا عليه ولا لا زعما اللي كتهددي وكتقول له تهز مصارنك راه شوف كله كيبعد مني ولا غادي يهز مصارنه في يديه اي ها وليتي شمكاره صاحبتي بقاش عايره الشماكريه انت وحده منهم اللي بغى باش كيتجبدوا المصارن باش كيتجبدوا المصارن بالماس وانت راكي دانجوغوز يخافوا منك ديال سيدي عدي تقي الله في راسك تقي الله في راسك راه اليوتيوب دار بزاف د الحوايج الا عندك شي حاجه هنا وريها اللي كتضربي على كتافك وبركه عليك من وبركه عليك انت مره فداك اللاج وكتلهطي على الفلوس وعلى وكتلهطي على الفلوس وعلى الطنس وبارطاجيو بارطاجيو 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 غادي تكبري كاع البارطاجيو او 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 سامح بسمو بارطاجيو بسمو بارطاجيو سير دخلي سامخك شي شويه بركه قالها ولدك شرب الدواء اخلى راسو غير نوض شرب الدواء الي ويلي سيري سيري علت هاد الولاد هاد الولاد عندك شويه مسطين واحد قال له با قطع شعرك ارمى راسو من بغا ينتحر هذا شرب اويلي ودي دي ولادك راه خصك علاش هذاك حق قال لي اللي رمى راسو مسطح ما ديتيه شي دابا بغيتي تطلعي من الحبه قبه بغيتي تطلعي على داك على داك الطرف الاخر بغيتي تطلعي على الخواتات وحموده بغيتي تطلعي عليهم غير قالوا له خصك طبيب نفساني وجبي طبيب نفساني اللي يكون راجل يكون ولاد يكون كلشي جيبي شي خمسه طبا جلسي وعندك تما يشوفوا مالكم في عائلتكم واش عندكم شي خلل في المخ ديالكم راه قلت لك انا راه ماشي حموده اللي خانز اللي قلتي جا خنز لي راه مخك اللي خانز هلا بارطاجي يا مواطن راه مازال محتاجه بيا هاد لاله الغزاله مازال محتاجه بيا طوطوش في الطوش